ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ معاكم وعد، وحشتوني جدا. جيت لكم بوصفه هايله النهارده لحبايب الرفيعين اللي عايزين يسمنوا ومناطق الانوثه تظهر وتبان. جيت لكم بوصفه خطيره سهله وبسيطه ومش مكلفه خالص، وهتعمل المعجزات معاكم ان شاء الله. بس يا ريت لو حضرتك اول مره تشوف القناه وعجبك الفيديو، يا ريت تدعميني بالسبسكرايب واللايك والشير عشان الكل يستفاد زينا، وما تنسوش تفعلوا على جرس الاشعارات علشان خاطر يوصل لك كل جديد انا بقدمه. ونبدا ونقول بسم الله. الوصفه سهله وبسيطه وهتخليكي سمينه وجميله، ومناطق الانوثه هتظهر بقى في اسبوعين والدنيا هتبقى زي الفل. ايه هي بقى المكون اللي معايا؟ انا معايا البلح، ده البلح اهو يا بنات، انا شايله النواه بتاعته اهوت، تمام. وعندي العسل الابيض بس، وشكرا على كده. والله العظيم الوصفه دي يا بنات هتخليكوا مفيش بعد كده فيتامينات وكالسيوم وحديد ومغنيسيوم وزنك ونحاس، كل الفيتامينات اللي انت محتاجاها. وكمان ايه؟ بتخلي البشره جميله جدا، بتخلي الشعر خطير جدا، بتخلي نشاط وحركه وذهن وذكاء مفيش بعد كده. وصفه سهله خالص مش مكلفه، شايفين؟ هو ده اللي قدامنا، ده الحلم بتاعنا ان شاء الله. وانا قلت قبل كده في فيديو، لو حضرتك عندك عسل ابيض اوعي تمسكي العسل الابيض بالمعلقه اللي احنا بناكل بيها اللي هي الحديد، عشان قيمته بتفقديها خالص، ولا اكنك خدتي عسل، تمام. لو يفضل عندك بقى عسل ابيض من الاصل اللي هو فيه الشمع بقى وكده، يا جميل جميل. لو ما عندكيش عادي، يبقى العسل الابيض النظيف الاصلي اهو يا بنات كده. دول اخر حبه عندي انا هعملهم للاولاد، مش للي عايزين يتخانوا، بس للي عايزين نشاط وعايزين ذكاء وعايزين صحه. وكل حاجه هتلاقوها ان شاء الله في الوصفه دي، يعني حاجه كده، كل حاجه انت محتاجاها هتلاقيها ان شاء الله في الوصفه دي. شفتوا قد ايه هي بسيطه وسهله؟ اهم يا بنات، انا عايزاكم تنقعوا البلح دوت، طبعا عشان انا عندي شويه بلح، اسمه ايه، عسل خفيف جدا وكتير الشم، ف حضرتك طبعا هتبقى سهل عليك، العسل هيدوب كويس، تمام. انا هنقع العسل مع البلح، ماشي، من بالليل للصبح، واصحى على الريق كل يوم بامر الله، اقوم واخده بالمعلقه، ان كانت عندك معلقه بلاستيك اوكي، معلقه بورسلين، معلقه اي معلقه، ابعدي عن الحديد خالص، تمام. هناخد كل يوم اول ما نصحى بامر الله بلحيه كده على الريق، بلحيه على الريق، تمام. جميله جدا 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 يا بنات، وصفه من انجح وصفات السمنه، ومن انجح وصفات ان انت تاخدي كل فيتامينات محتاجاها جسمك، وهتستفادوا ان شاء الله. وانا اسفه ان انا طولت عليكم، بس يا ريت كل حبايبي اللي عندهم نحافه او بيعانوا من نحافه يجربوا الوصفه دي. ولو انت يا ست الكل اولادك صغننين وبرضو عندهم ضعف وعندهم قله نشاط، برضو نصحى الصبح على الريق معلقه كده، والدنيا هتبقى عالي العال، والدنيا هتبقى جميله ان شاء الله. وهتدعوا لي كتير، وما تنسوش تشيروا الفيديو عشان الكل يستفاد زينا. وانا اسفه ان انا طولت عليكم، بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.